الأرجنتين وكولومبيا. سيرساو اللي يلعب غدا مباراة الورقة الأخيرة للتواجد في مربع الضم أمام منتخب باراغواي، منتخب نهائيات مونديال 2006 بالأرجنتين. من أشهر قراراته عدم دعوة هدف وحيد بعد المكسيك في 2001 والأوروغواي في 2007. ليو ميسي يتحرك، تيوفيلو غوتيريز وتشاكسون مارتينيز، وهذا ليو هرب، ليو امام المساحه، خطير بكير، قدير ليو يعطي كره دي ماريا وزع لماتشيرانو امام تشاكسون مارتينيز وتيوفيلو غوتيريز. ليو الساحر الارجنتيني، باستاري في الاستلام، ليو في السرعه، لكن امامه كل كولومبي يعطي كرة في التمريض. ليو ميسي، ليو يلعب، ليو الحكم المكسيكي يطلب اللعب ديكي، ما فماش مسلسل مكسيكي. هذا هو محاولة التدخل من ليو، اعتراف كان واضح من كريستيان زاباتا، الحكم يقول ليست هنالك مخالفة. والتعادل السلبي 0-0 بين الأرجنتين وكولومبيا، وهذه المرة ساندويتش وضع اللقطة، وخماس رودريغيز للألبي سيليستي يوزع جول. ركنية هل هنالك ضربة جزاء؟ تدخل سانتياغو أرياس أو أمامنا على كون أغويرو، هذه الإعادة، تدخل من الخلف مرة أخرى، هذه الدلالة، ليو يعكس الهجوم، أوه اعتراف أمام الحكم، غريبة وعجيبة من الحكم المكسيكي. خاميس رودريغيز يعدي، تمريض من جاكسون، ترجع من جديد ليو ميسي، مخالفة وحيرة كبيرة من أداء الحكم المكسيكي. ثالث الورقات الصفراء لألكسندر ميخيال لاعب مونتيري المكسيكي. والبدع اليمين زباليتا، ليو يتحرك، ليو يراوغ، ليو يعدي، كرة ممتازة لديماريا، هجمة لوكاس بيليا مرورا، ليو في التبعيد، وبالتبع ديماريا في التوزيع، أغويرو بالرأس، كرة خارج الميدان يا ناس. باستوري يمشي يوسع جول، روعة، اسبينا على مرتين، اذا كرنا بالتينوزوف، اذا كرنا بالسيف ماير، هو دافيد اسبينا الحارس الكولومبي الرائع والمتميز. يا سلام رشاقة وانا في الاحلام لدافيد اسبينا، وكرة تعدي على الكل، يعاني منتخب كولومبيا. ليو يسدد، والدفاع على عفوا، ليو حكم يأتي مخالفة هذه المرة، كابتن المنتخب التدخل الأخير، يعدي زاباليتا، يمشي زاباليتا، 93 انذران لكل منتخب. ألكسندر ميخيا وخاميس رودريغيز من جانب كولومبيا، زاباليتا، إزيكيال كاراي، ليو 101 من المباريات بكل الألم بدون ألقاب على المستوى الدولي لمنتخب الأرجنتين. ورقة صفراء أخرى هذه المرة لسانتياغو أرياس مدافع بي اس في ايندهوفن. ستظهر اكيد الورقة الحمراء، هذا اكيد مني شخصيا اقولها. ثاني اكثر اللاعبين تقمصا لهذه المنتخب الارجنتيني، يبقى الاول بايدا خافير زانيتي ب 145 مباراة دولية. يتواصل مع ميسي، ليو امامه اربع لاعبين، كورة زميله وصديقه اسبينا، شوف الروعة، شوف النغمة. بيليا ميسي
ليو. في مشواره الكروي كرة رائعة، كرة ممتازة، تعدى لا 17 مباراة في كوبا أمريكا، 11 انتصار، 5 تعادلات. كرة لميسي، يعدي ميسي والحكم يعطيه مخالفة. أخيرا قرر الحكم روسكو أعطى كرة ثابتة لليو ميسي. التدخل الأخير من جيسون موريو الاستوديو رفقة الزميل هشام ترجع كرة لليو ميسي. ليو يعطي كرة رائعة، كرة رائعة، وسبينة وسبينس. ليو ميسي، ليو يعدي تاريخ ميسي. ليو يلعب كما يريد، شوف الكرة، شوف هات الكرة، وليو وين الركن. ليو كل الكرات، ليو يا سلام، الغلبة تتفوق على المهارة. أوه ليو يقطع الكرة، وينو يعدي، لا يرجع. طبعا ادوين فالنسيا الذي تعرض لإصابة قطع في الرباط سيحرم فرنسا من مواصلة المشوار مع كولومبيا. بيكيرمان يتابع ليو ميسي، الحكم يأتي مخالفة قوي جدا. هذا المدافع الكافيتيروس الكولومبي ادوين كاردونا يدفع بالليو ميسي على طريقة الركبي، يقضي على احلامه الهجوم. جاكسون مارتينيز ومضات ارجنتينية، لمسات فنية، كرة ارضية، انتهى بدنيا دي ماريا. ليو يعدي لكن خمس، حكم يطلب اللعب، هجوم خطير للارجنتين، يمشي ليو يعدي ليو. جيسون موريو بامتياز قلب الدفاع، موريو جيكا. الان جاء الزمان لي قوة بدنية كبيرة لليو ميسي اللي يكسب مخالفة. ليو يلعب بكل الغرام، يلعب بأجمل الأقدام في انتظار أحلى الأحلام. وضع الكرة في شباك أوسبينا، باريتا، ليو، ميسي، ميسي يحاول التمهيد، يعدي المنتخب الأرجنتيني. ميسي، كوادرادو، ميسي، 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 ميسي عدي، وميسي ماشي، ميسي وحده، أوه. إصابة لليو ميسي، واعتذارات خوان كوادرادو. هذه هي اللقطة، كوادرادو دخل على ليو ميسي. تعدي كرة لدي ماريا، دي ماريا بيهاجم، كرة على اليمين، وهذا ليو، ليو يراوغ، ليو يعدي، واستماتة من ادوين كاردونا. يعدي ليو، ليو يراوغ، ليو يعطي كرة. والكرة آخر الومضات، إمكانية ليو، المخالفة، الحكم يطلب اللعب، يعدي، وين؟ وين رايح بالكرة؟ وين؟ ورقة صفراء، ورقة صفراء، بانيجا، بانيجا اللي وزع كرة بالرأس من ليو بدون نجاح. انتهى الوقت الأصلي والطبيعي مشاهدينا الكرام. ندخل الآن
الوقت بدل الضايع والمباراة مشاهدينا الكرام أكيد الأهداف غابت. رائع جدا، قدر من خلاله إن هو يغير تكتيكه الدفاعي في أكتر من مناسبة. شفنا مع بداية الشوط الثاني أرياس اللي بدأ المباراة كظهير أيسر عشان يخفف الضغط من على لعيبة خط الوسط ولعيبة الدفاع. نفس الشيء بالنسبة لتغيير التالت، أجد إن تغييراته كلها كانت لها هدف محدد إن هو يخرج من المباراة بتعادل أو على الأقل يذهب إلى ضربات الترجيح. مسألة إضاعة المنتخب الأرجنتيني أنا أقول هشام متسبب الأولاني في تعادل اليوم بين الأرجنتين وكولومبيا هو الحكم، لأنه كان هناك إفراط 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 كبير معناها في الكرات في المفاولات، إفراط كبير أيضا كواردادو مينيموم معناها ياخذ مرتين كارت أحمر هذا بدون أدنى شك. خاصة نعود بكم إلى الملعب، ملعب سانسونيتو، ركلات الترجيح تغارة روميرو وتعطي أسبقية. بعد عام 1993 كان هنالك عملية ركلات الترجيح بين كولومبيا والأرجنتين، وآنذاك فاز الأرجنتين 6-5. هل سيكون الثأر لكولومبيا أم التأكيد سرية ليو؟ ستكون أكيد على يسار أوسبينا إذا كان لم يغير ليو سيستماته. ليو يغير، أوسبينا راح على اليمين والكرة على اليسار في هذا المشوار. إذن واحدة بواحدة في نفس المكان باختلاف الزمان يتعادل المنتخبان إلى حد الآن. ثاني القادم من الكافيتيروس الكولومبيين حيران مش عارف وين يروح بميسي والتيفيز والبقية. مشاهدينا الكرام إلى مربع الذهب، حظ أوفر نقول لكولومبيا، وألف مبروك لعشاق التانجو.